يشارك وفد من الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل وعضوية سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي في ورشة عمل ينظمها مركز الدراسات التشريعية بجامعة هال بالمملكة المتحدة، وهي ورشة تجمع البرلمانيين والأكاديميين لمناقشة نتائج البحوث ذات الصلة بالشأن البرلماني. وأكدت سعادة عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل رئيس الوفد المشارك في نشرة إخبارية سابقة، أكدت مناقشة موضوعات ترتبط بدور البرلمان في تحقيق خطط التنمية في البلدان. طبعا مملكة البحرين حريصة بشكل مستمر على تلبية الدعوات للمشاركة بالفعاليات البرلمانية الدولية المهمة والمؤثرة، وهذه طبعا بسبب وجود قناعة مستمرة بأهمية تكريس وتوسيع مفهوم الدبلوماسية البرلمانية. ومن هذا المنطلق شارك وفد الشعبة لنتبادل الخبرة والفائدة مع كوادر برلمانية وسياسية وأكاديمية لصقل الممارسة البرلمانية الوطنية وتوسيع أفق العمل البرلماني البحريني. طبعا تم في خلال هاليومين مناقشة موضوعات مختلفة ترتبط بدور البرلمان في تحقيق خطط التنمية بالبلدان وكيفية تعامل المشرع بدول أوروبية وصناعية مثل الصين وغيرها مع التشريعات المهمة. كذلك تم استعراض تجارب التعاون الدستوري بين الحكومات والبرلمانات وموضوعات أخرى مهمة تضع عضو السلطة التشريعية البحرينية في عين الحدث والمسؤولية والمتابعة المستمرة.